عقد إنشاء مصنع رولينج بلاس لتصنيع الإطارات على مساحة 400,000 متر مربع وباستثمارات 1 مليار يورو، تنفذ على 3 مراحل في منطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع العقد بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين، ووقع العقد كل من عبد الناصر رفاعي العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وجون بركات الرئيس التنفيذي لشركة رولينج بلاس للصناعات الكيميائية. المشروع ده بيستهدف إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والتقيل باستثمارات تصل لمليار يورو، وبطاقة إنتاجية 7 مليون إطار سنوي عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل. بينفذ المشروع على 3 مراحل زي ما قلنا لحضراتكم. الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطار السيارات بطاقة حوالي 2.5 مليون إطار سنوي. تبلغ التكلفة الاستثمارية في المرحلة دي، المرحلة الأولى، من 400 ل 450 مليون يورو. بيستهدف إنتاجها السوق المحلي بنسبة 50%. المرحلة الثانية هتشمل إضافة إطارات النقل الخفيف وإنتاج 3.5 مليون إطار سنويا لتوفر نسبة 40% منها للسوق المحلي، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة إن شاء الله لتبلغ 7 مليون إطار بعد إضافة صناعة إطارات النقل التقيل. خلينا نعرف أكتر عن يعني العقود اللي وقعت دي وأبرمت وأثرها هيكون إيه. دكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني لو ممكن حضرتك نبسط كده للناس أهمية توقيع هذه المشروعات، أهميتها إيه على الصناعة وعلى الاستثمار أيضا في مصر؟ طيب خلينا مبدئيا نقول لحضرتك ان اللي بيسمعنا النهارده لازم يكون عارف ان اللي دار في جلسات الحوار الوطني فيما يخص لجنه الاستثمار المحلي والاجنبي، نعم، بتاكد على ان القوانين المصريه، قانون الاستثمار 72 لسنه 19 وقوانين الضرائب وغيرها من التشريعات مشجعه جدا وجاذبه للاستثمار. ينقصنا بعض الامور البسيطه اللي تناقشنا فيها وخرج بيها توصيات اللجنه. الدليل النهارده اللي بنشهده منطقه الاقتصاديه لقناه السويس، انا دائما وابدا بقول عندنا منطقه تستهدف وبتفتح شهيه كل المستثمرين في دول العالم. كانت انشائها حلم، عشان نكون بنتكلم بصراحه، كل العقود الماضيه والسنوات الماضية كانت الحكومات المتتالية بتتكلم على هذا المحور الهام، هذا المحور الفريد في كل دول العالم اللي بيربط قارتي آسيا وإفريقيا بأوروبا واللي فيه أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس. تمام. لما النهاردة نبدأ نجني وبداية نجني ثمار هذه المنطقة، هو ده اللي بنشهده من توقيع اتفاقيات أولاً للهيدروجين الاخضر. مصر بتتصدر واصبحت هي المنطقه المحوريه في الشرق الاوسط لانتاج الهيدروجين الاخضر. عندنا الطاقه النظيفه وعندنا الهيدروجين وعندنا كل مستلزمات هذه الصناعه، والمنطقه الاقتصاديه افضل مكان ليها. لما نمضي اتفاقيات النهارده، رئيس الهيئه يوقع اتفاقيات لانتاج الميثانول الاخضر والهيدروجين الاخضر وكل انواع الطاقه النظيفه، ونبدا نكون مركز لتموين السفن بهذه الطاقه النظيفه، ده مستقبل العالم. الأرض لما ينتقل العالم من استخدام الوقود الإحفوري وما يشهده العالم من أزمات تغير المناخ، وإحنا كنا الدولة الراعية والمستضيفة للكوب 27 ومؤتمر المناخ العالمي، إذن نحن على الطريق الصحيح. صحيح. طيب يعني لو نقول مشروعات بتحي يعني بتدي زخم لهذه المنطقة وتجذب الاستثمارات المختلفة، بنسبة قد إيه هذه المشروعات بتعد رافد مهم جدا للاقتصاد المصري؟ طيب خليني أقول لحضرتك ببساطة جدا إن المنطقة إلى الآن فيها الكثير من الصناعات الكيماوية، صناعات الأسمدة، الصناعات المرتبطة أيضا بالصناعات الهندسية، منطقة كبيرة لصناعة مكونات السيارات. كل ده في منه أجزاء بدأت العمل بالفعل وفي أجزاء تحت الإنشاء. طيب دوره إيه ومردوده على الاقتصاد المصري؟ أولا تشغيل، فتح فرص عمل
واكيد اللي بيسمعونا النهارده في ناس اشتغلت بشكل مباشر او غير مباشر في مشروعات لها علاقه بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، واللي بيسمعنا ولسه ما حسش بده هيحسوا قريبا مع زياده الاستثمارات الاجنبيه والمحليه اللي بتتوجه لهذه المنطقه. ثانيا المنتج المحلي، لما الانتاج زي النهارده اتفاقيه اطارات السيارات، نعم شهدنا ارتفاع مبالغ فيه في اثمان اطارات السيارات حقيقي. اذا من الحلول انتاجها محليا، وده هيخلي في عندي المستثمر الاجنبي بالمعرفه والنو هاو على ارضي اكيد سعره هيكون ارخص بكتير من استيراده بالعمله الصعبه، فده مردوده يبان لما المصنع ده يبدا تشغيل وانتاج. ايضا لو الانتاج من هذه المنطقه تم تصديره بالعمله الصعبه حتى لو كان استثمار خاص، في النهايه بيعود كدخل قومي للدوله. دوله بتستفيد منه في الضرائب، بتستفيد من وجود التبادل التجاري وميزان التبادل التجاري مع دول العالم بيقوي عملتي، وهو ده اللي سبب لينا الازمه. ما عندناش ازمه اقتصاديه بالمعنى الحقيقي، اقتصادنا قوي متنوع، بس عندنا ازمه سعر صرف. لان الميزان التجاري بنستورد كثير جدا عما نصدر، فالمناطق دي لما تستهدف التصدير ويجي لنا منها حصيله دولاريه كبيره تعدل الميزان التجاري، يبدا سعر الصرف ويبدا سعر الجنيه يقوى امام العملات الاجنبيه، بما له مردود ايجابي جدا على الاسعار ويبدا يقضي على التضخم اللي حصل. ايضا هناك مشروعات متكامله، وده الفكر الجديد اللي بنحيي عليه القياده السياسيه والحكومه المصريه وناقشناه في الحوار الوطني. لما يبقى عندي في العين السخنه اكبر مجمع للكوارتز والدوله تعمله وتبنيه ويفتتحه سياده الرئيس، يبقى بالظبط كده انا بشاور على الاور وعلى الخام اللي يقوم عليه صناعه الالياف الضوئيه والالواح الشمسيه اللي مصر ان شاء الله في القريب العاجل، ويمكن لسه لم يتم الاعلان لانه في مرحله التفاوض مع كبرى الشركات العالميه، نعم، لانشاء هذه الالواح الشمسيه في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير صبري مقرر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، شكرا جزيلا على الشرح والايضاح.